انا يمكن مش كثير بمارس الموتور سبورتس، بس عندي يمكن حشريه لاعرف اكثر. انا يعني مش ضد فكره هالرياضه، صح انه يعني طريقه الممارسه هني غلط، وشفنا من نماذج حيه يعني ناس يموتون بحوادث موتور سايكلز، سيارات الريسنج، وانا اعرف يعني كذا شخص مات من وراء هالطيش. انا بعرف اشخاص بيسوق الموتور سايكلز وهالسيارات، بعرف انهم جريئين جدا، بعرف انهم شخصيات كثير وايلد. انا بقول الاثنين اللي هم خارجين عن القانون، واتكلم عن المغامرين. ما يهمني وايد الموضوع. انت في الشارع مثلا، شارع عام الناس كلها تستخدمه، إذا أنا ما بلتزم بالقواعد السير والمرور أنا بكون مخالف. هالناس اللي بيمارسوا الموتور سبورتس هن مش زيتون الناس يلي بيخالفوا. شو الإحساس؟ شو هم؟ كيف تفكيرهم؟ بس مين رح يكون جريء بين الأربعة؟ هذا اللي رح أكتشفه معكم اليوم. اليوم موضوعنا عن الموتور سبورتس والرياضات الميكانيكيه. مزبوط جاد، واضح اللي لابس تي ما بدري تشرح. انا باول ما خطبتوني قلت لازم انه احس حالي داخل في الشغل. حتى الديكوريشن يعني شوف الكراسي اللي تبع المطعم كيف مختارين المكان. هلا انا ما الي كثير بهالقصص، بس قد ايه بتحسوا الشباب اليوم بهمهم هالموضوع؟ يعني انا بحس مثلا هلا بس امشي بالشارع انه كثير صارت درجه هالقصه بمنطقه الخليج، وخاصه أشان بالسعوديه عم يقولوا لي انه كثير درجه. مزبوط، عم ينبنى اوتو جيمز للاسس، يعني ما بعد كثير نحن هلا حتى البنات الصبايا بلشوا يحبوا هال يعني وايد بلشوا يتشجع. انا مش وحده منهم بس بلشوا. شكلها نظره خاطئه للموضوع. إيه هذا اذا دل على اهتمام المنطقه يعني بالرياضه هذه، يعني بتشجع يعني بدت يعني قاموا يبنون الاماكن المخصصه وقامت تستوي بطولات عالميه، فاهم كيف؟ يعني الوعي قام ينتشر. بس في نظره لهذيل الناس حمد، من هذيل الناس اللي يمارسون هاي الرياضات فيهم الناس تنظر لهم نظره غير. يعني انا بالنسبه لي اشوفهم يعني في مسكونسبشن صاير بحكمهم، حق هالفئه من الناس اللي تمارس هالرياضات، انه طايشين متهورين، ممكن يضرون الناس، يضرون الاهلين. احنا عندنا ضيف رح يجي اليوم دكتور عمر، هو عنده دكتوراه بالقانون المدني. شو دخله بالموضوع؟ ما بعرف، بس هلا بدنا نكتشف سوا، فيمكن هو يعني رح يخبرنا اكثر عن شخصيتهم، انه هل هم فعلا طايشين، هل هم فعلا ناس متهورين زي ما احنا ماخذين عنهم فكره. بس كثير حاسسكم عم تحطوهم بخانه كانه الناس من جايين من فضاء ثاني يعني. ما بس لا هم يعني احنا ذكرنا ما بعرف اهتمامهم. ليه يعني بيعتبروها رياضه دخلك اصلا؟ ليه هوايه؟ لانه هي هوايه مجموعه من الرياضات. نقطه مهمة لان مثل ما قلت جاد، مجموعه من الرياضات زين عقب جمعوها يوم بدوا يهتمون في الموضوع هذا، قاموا يبنون مثلا دبي اوتودروم، ياس ايلاند، مثلا عندك فراري وورلد، عندك مثلا في البحرين، في السعوديه، قاموا جمعوا كل الهوايات هذه وقامت تستوي شو؟ بروفيشنال، اللي هي رياضه، بحيث انه شو؟ يقيسونها. بالنسبه لي احب الرياضه بس ما امارسها لسبب من الاسباب، ان شاء الله بتعرفون بخبركم ليش. أما في خمسة بعد أقل من خمسة، الرياضات الميكانيكية هل هي فعلا رياضة أم هواية؟ وكيف ينظر الشباب العرب إلى هالنوع من النشاطات؟ علقوا على الكومنتس حول الموضوع في فيسبوك جروب خمسة، ريتويت وريبلاي على تويت خمسة، وشاهدوا كل الحلقات عبر dmi.ae/dubaitv/5. أما في خمسة بعد لحظات، دكتور وموتر، دكتور عمر كيف التقى بخمسة؟ سرعة، أدرينالين وعضلات، البنات في فراري، تخطينا الحدود، الشرطة تلحق بخمسة. انتبهوا، السرعة بتوصل للخمسمائة كيلومتر بالساعة مع خمسة بعد أقل من خمسة. تابعوا خمسة عبر تويت خمسة وفيسبوك جروب خمسة، وشاهدوا كل الحلقات عبر dmi.ae/dubaitv/5. خلال لحظات تحكم بالقيادة مش العكس. خمسة يخوضون أقصى تجارب الموتور سبورتس، قصص ما بتصير إلا بالأفلام. أما الآن أنتوا شو رأيكم بالموتور سبورتس؟ بس نتكلم عن الموتور سبورتس أو رياضات الميكانيكية، دغري بنحكي عن الشباب يلي هن كتير كول، الشباب يلي
الوايلد بالضبط. فنحن كخمسة أجرينا عدد من المقابلات مع الشباب، سألناهم بدبي، سألناهم شو رأيهم بالموتور سبورتس. كانت يعني أكثر وجهات النظر كانت أنه نحن اللي منخالف القانون. طب عادة بس نتكلم عن الموتور سبورتس أو هالنوع من الدراجات إذا فينا نسميها أو السيارة، دغري بيروح فكرنا أنه غير قانوني، مخالفات. كيف قدرت تجمع بين الاثنين؟ يعني حضرتك دكتور بالقانون المدني وعم بتسوق هالنوع من السيارات، شو بيكون ردت فعل الناس وأنت شو رأيك بهالموضوع؟ طبعا هي أول شيء هي جمع بين رياضة وهواية، هذا أول شيء. شيء ثاني، طالما المركبة هذه مرخصة من سلطة الترخيص، إذا المركبة قانونية، سايق المركبة مرخص من سلطة الترخيص بقيادة سواقة، إذا هو مرخص قانوني. أنا أتبع إجراءات أو قواعد قانون السير والمرور، أنا مرخص إني أمشي في الشارع. إذا في يعني صفة من هذه الثلاثة انتفت، فأبدأ أكون مخالف للقانون. أقول لك كيف المسكونسبشن اللي صاير الحين. نحن يوم نشوف واحد راكب دراجة نارية، على طول يعني ترتبط صورته مع صورة الجانغستر أو الباد بويز، الإزعاج، الشغف في الشوارع. هذا من الأسباب اللي خلتنا نحن نتجه إلى هذا النوع من السيارات. رياضة هادية ما فيها أي إزعاج، حجمها حجم السيارة قانونية بنفس الوقت، يعني قانونية مثل ما قال أخوي صالح، حجمها حجم السيارة الطبيعية، تأخذ موقف السيارة الطبيعية. إذا الناس تحترمك كوجودك كسيارة، لأن حجم كبير، سيفتي فيها أكبر، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد سير المرور مثل ما قلنا. طب أنا هلأ من كفاشن ستايلست مرتبط دائما كمان، بس كمان نفكر فيكم نفكر بالجلد، عشان هيك اليوم بلبس جلد صراحة. لما قالوا لي موتورز تحمست فقلت طب ليه دائما بلبسوا جاكيت الجلد؟ هو الجلد أصلا أول شيء عن البرد، خصوصا في اليومين هذا الجو بارد، فالواحد يوم في الدراجة يمشي أكثر الهواء يكون كثير، فالجلد حماية عن البرد. وثانيا في نوعية من الجلود اللي هي ضد الخدوش، يعني سبحان الله لو واحد تعرض للسقوط أو كذا، هذا الجلد حماية ونفس الوقت. ده أنا في شيء أنت كتير أساسي قلتي إنه دائما بتنظرينهم كانوا بيلبسوا جلد. ونحن على فكرة تعرفنا على دكتور عمر من خلال يعني بهالطريقة، كنا على الطريق أنا وأصحابي وشفنا يعني كل الناس عم تطلع شو هيدا وعم بيتصورون يعني خبرني شوي أكثر كيف شو ردة فعل الناس بس تشوفكم؟ بعرف إذا أنت كنت معه بهديك الليلة، كنتوا سوا بنفس كيف تعرف يعني شفناهم كانوا عم بيسوقوا بتصور حد دبي مول، كنتوا وفتحت الشباك قلت لهم إنه يا ريت فينا إنه نستضيفكم بخمسة، نعرف إنه عنا حد عن موتور سبورتس، بهمنا نعرف أكثر عن يعني الشباب بدبي كيف شو نظرتهم للموتور سبورتس وكيف وهل بيستخدموها قانونيا، وشو نظرة الناس لهالنوع من الرياضات؟ احنا احيانا نكون واقفين في مكان عام تحصل الناس متجمعه تصور، يمر جنبنا مثل واحد عنده سواء دراجه هارلي او اي دراجه فيها صوت عالي او اي سياره سبور مثل اللامبورغيني وخلافه، فعمدا لما يمر لازم يطلع هذا الصوت عشان يشد انتباه الناس. يشد انتباه يعني انتوا يعني شواف انا يعني مثلا انا سيارتي اغلى من هذه، انت يعني انتوا ليش ما تصوروني انا؟ مثل ما قلنا الناس متعوده على شيء خلاص. زين شو ممكن المضايقات اللي تتعرضوا لها في الشارع، او مش مضايقات بس يعني ناس يلتفت انتباههم في مواقف صارت وياكم تتذكرونها؟ هي مو ما نعتبرها مضايقات، نعتبرهم يعني الناس يضايقون غيرهم، يعني ممكن يجي جنبنا ويوقف ويشوف أو يبطئ السرعة، ممكن أنا على خط اليمين قدامي سيارة هو على خط الشمال، لا يبطئ السرعة عشان يصور، أو أنت عند الإشارة خضراء تبغى تمشي هو يقول لا لحظة بصور، طب سيارات وراي أنا ما أقدر أصور. التصوير هو أكثر شيء نتعرض له مع بعض دائما بيقولوا أنه اللي بيسوق هالنوع من السيارات أو الموتور بايكس بيكون لهم شخصية غير، قد إيه بتغير بشخصيتك؟ يعني شو بتضيف لك هالرياضة أو هالهواية؟ أنا عن نفسي في البداية قبل أخذ مجال للدراجات ما كنت يعني أعرف قيمة سايق الدراجة، يعني أحيانا يكون قدامي في سيارة أنا في سيارة هو في دراجة أضايق أبغى أعدي يعني، لكن بس فعلا بديت أستخدم الرياضة هاي عرفت قيمة. فالحين في الوقت الحالي أنا لما أكون في السيارة وقدامي أي دراجة كانت حتى مهما كانت أقل قيمتها يعني قيمتها قليلة أضطر أحترمها حتى لو ديليفري، لانه فعلا هذا معرض للخطر. انا بس الشعور الواحد يحسن اذا حدا بده يشتري هالسياره مثلا، مره حسيتها كان عم تقول انه ما بدي مثله. شو وين فيها تلاقي مثله؟ وين فيها تشتريها وقد ايش سعرها؟ اول شيء ابغى اسوي تست درايف اذا ممكن. تست درايف هاي طبعا الغيار فيها مانيوال عادي فايف ترانزميشن، اذا انت رخصتك تسوقين عادي ممكن تسوقين غير عادي. نحن
نقدر نحن نجيبهم من ألمانيا. صراحة أنت كتير شجعتني، ويعني أنا ما كتير بحب الموتور سبورتس، بس مجرد ما شفت شكله شجعت إني مارس هالرياضة. إن شاء الله ما أكون عم نتهور اليوم بخمسة. يعني تقريبا ماشيين 500 كيلومتر بالساعة شوي ومنرجع. وخلال تشات مروة تتحمس، حمد ما بيفكر كتير، هدى بتراقب، جاد لا تعليق، ودانا هل هي على الحياد؟ وانتو شو رأيكم؟ علقوا على الكومنتس حول الموضوع في فيسبوك جروب خمسة، ريتويت وريبلاي على تويت خمسة، وشاهدوا كل الحلقات عبر dmi.ae/dubaitv/5. أما بعد لحظات في خمسة، الموتور سبورتس أكثر من مجرد رياضة. افتخر وتباهى بهوايتك على طريقة دكتور عمر، والبنات أيضا في عالم فراري. تابعوا خمسة عبر تويت خمسة، فيسبوك جروب خمسة، وشاهدوا كل الحلقات عبر dmi.ae/dubaitv/5. أما خلال لحظات تحكم بالقيادة وليس العكس تماما. وأنتوا شو رأيكم بالموتور سبورتس؟ شو شباب وين كنتوا؟ روحت عليك انت، انا قالوا لك قعدت على قالوا لي دراجه وثري تايرز وما ادري ايش. هذا انا اكثر وحده خوافة بالعالم. بس عن جد كثير حلوين والله. كثير حلو. انا ولا مره جربت اركب دراجه صراحه. ليه ولا مره جربت تركب دراجه؟ ما جد قلبك مش قوي يا هدى؟ هذه رياضات بس للشباب. لا من جد، لا عن جد انا كثير خوافه، مش خوافه شوي. يعني انا اخذت هيدا على فكره معلومه فظيعه حول العالم. انا طلعت بس تاخذ صوره على البوم تراك قد لك ربع ساعه تاخذ صوره بس ما رحنا. انا اخذت رخصه بعد 10 سنين لسقت. ما شاء الله 10 سنين قد ما بخاف من السواقه. وما تسالني ليه، ما بعرف ليه. ولو سالتني كيف اصلا قررت انه سوق ما بتصدق. كنت بشتغل بالشركه، المكتب كثير بارد، فنزلت اتشمس تحت، قعدت تحت، قعدت معي واحدة زميلة لقيلي بالشغل عم نتحدث، بتقلي أنا كتير بخاف من السواقة، مش كتير بخاف من السواقة، بس هلأ قررت أنه لازم سوق. بلش الحديث، كل ما تقول شغلي يقول أنا كمان. المهم صارت كل يوم الصبح تقولي رحتي سجلتي؟ لأ. أطلع بحجة رحتي سجلتي؟ لأ. المهم من هون لهون أخذتني ودتني، فرحت أخذت أول حصة، خفت بزيادة، فقلت إذا بدي روح أخذ حصة بهالشكل مش بحياتي ما رح سوق. يعني مالك علاقة بالرياضات الميكانيكية ولا شيء؟ انا بالنسبة لي الرياضات الموتور سبورت دائما مرتبطة معي بالطيش، بالباد بويز، الجانجسترز. هي غير انها خطرة، خلاص صار عندنا ايمج معين، لازم يكونوا لابسين جلد، لازم يكونوا لابسين اسود، اشكالهم تخوف، مسويين تاتوز، وكلهم يتمشون في جروبز، اي مكان اشوفهم احاول ابتعد عنهم. هذه هي الكونسبشن اللي عندي، الفكر بالنسبه للناس اللي يمارسون هالرياضات. ما انا ما طلع لهم بهالفكره، بس انا اخاف منهم في الطريق، لان ساعات يسوون هاي الحركات، يرفعون الدراجه فوق. يعني اقول انا اخاف يصير في شيء، بعدين قلبي يوقف وهو عادي عنده مستانس حده. يعني انا هذا الشيء اللي خوفني اكثر شيء، سوء استخدامهم في الطريق يعني او في الشارع، هذا شيء وايد ضايقني. انا برايي ما نعمم هالقد عن ممارسي رياضه الميكانيكيه، يعني كل عم تقولوا الناس طايشين ومتهورين. لا بالعكس، هذه انا بحترم هالرياضه وبعتبرها مثل الفوتبول مثلا، لانه يعني في ناس بتمارسها قانونيا اول شيء وبالاماكن المخصصه لذلك، وفي ناس بياخذوا ميداليات، بيعملوا ريسينج. يعني هيدي رياضه بيغطيها الاعلام بشكل كثير كبير وكثير ناس بيمارسوها. بتوافقني رأي حمد ولا لا؟ اوافق الراي، ولكن هدى ومروه اللي قالتها انا ايدهم بعد نفس الوقت. مثلا انت تمشي على شارع جميره تشوف تهور، يعني انت تخاف تبغى تتجاوز، مثلا تلف تحصل واحد طاف عليك مره، او هيدول اللي بيقلبون على عجله ولا وقف على عجله واحده ويمشي، هذا مكان غلط. فهم كيف؟ يمكن هو يؤذي نفسه، لان الدراجه اذا ضربتها بشكل بسيط راح يتاذى لا سمح الله، يا اكثر الحوادث اللي سمعنا عنها. فهم خوفا عليهم يعني، مو بدنا. فهم كيف؟ وشيء ثاني، تخيل اذا يعني اكثر الحوادث تحصل بالطيش والتهور. خلني مثلا عندنا المكان هذا معروف الفورمولا 1، وفي سباقات، في فورمولا 1، في الجو كارتين، في كل شيء موجود. ليش ما يجون المكان صحيح؟ سوي اللي تبغى تسوي، لان في انستراكشن معينه، في تعليمات معينه، في السلامه والوقايه موجود متوفر لهم، صح ولا لا؟ وفي مدربين متخصصين يوجهونهم يعني، ولكن ما توديها خارج نطاق مكانها. لا تمارسها مثلا، لا يكون، مو بشرط ان السياره اللي فيها مثلا انجن او تيربو معين بس هي
يعني الخطرة. لا حتى لو بتاخذ أأمن سيارة إذا صاحبها، شوف الأخلاق تيجي من وين، صاحبها متهور يمكن يكون خطر. يعني لازم نفرق بين الشباب يلي بيمارسوها بتهور على الطريق والناس يلي بيمارسوها كرياضة. انا شو بحب هالموضوع شكل السيارات والالوان اللي بحطوها، هلا صار في فاشن كمان. صحيح. بتلاقيها بالاصفر وبتلاقي حطت لك ازرق تركواز والوان غريبه وبيظبطوا له بيحطوا له اكسسوارات زياده تيابهم يعني هالقصص انا بستمتع فيها صراحه. بس انا بدي اقول انه غلط ان نصنفها كرياضه، هواية ممكن ما أدري، بس أن فيها طيش فيها خلاص يعني it's a lifestyle حق هذين الطايشين. أنا بالنسبة بس لا في رياضات هي تعتبر يمكن تقدرين تقارنيها برياضة خطرة أو حاجة معينة، ولكن مش هو أوكي يمكن تطورت وصلت لهالمستوى بحيث أن الناس قامت تبدع فيها، استوت تجارة على فكرة. يعني بنقابل إن شاء الله واحد من الناس يعني اللي عنده هو شغلته هذه السيارات المحركات القوية. مزبوط. يعني هذه استوى التجارة، استوى يعني سيكتر من الاقتصاد. يعني أنا كصبية بشوفه من صحيح أنا بخاف يعني بس حتى بس تقول بس لابسين بس لا لا شوفنا مبالغة أنك أنت تي تحط لي ماكينات وتقعد تلون للسيارة، وايد مبالغة في هالموضوع. بس هي هواية، أعرف أنها هواية بس وايد أحس أنها مبالغة. بس على فكرة يعني أنا بحب سيارات السبورتس بس ما 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 يعني ما أأيد فكرة إن الشباب طالعين مع بعض بدراجة أو بسيارة أو حاجة معينة تحصلين مثلاً لابس جلد مثلاً هارلي ديفيدسون ولا حاجة معينة ولا حاطلي صورة جمجمة ولا رابط ما بقول لك إيه إلهم إيه وسعيرين كل واحد مطلع عضلاته شيء وماشي وفهم كيف كل واحد يطالع كذي فتحسين أنت أنا كشاب يعني أحياناً الواحد يقول أوكي شو بعدين اللي بعده شو يعني. طيب اذا بدنا نحكي بنات وشباب اوكي مين اول واحد بتشجع اذا ما نروح مثلا على فيراري وورلد برايكم مين بتشجع؟ مش انا مش انت عشان بتشجع عشان سياره يعني او سباق ولا شو كل شيء قالوا علي مثلا السياره انا بروح اتفرج انا بروح بس بعدك عم تقولي انه ممارسه هالرياضات تهور. لا اوكي تهور يوم تمارسها في الشارع بس انا رايحه العب سيفتي مضمون كل شيء مضمون انا رايحه كتجربه بعدين شيء جديد وحلو يعني شيء جديد وحلو تجربه يعني. محمد انت ليش بتشجع تروح؟ لان احب صراحه بس مش برايك هالرياضه بس للشباب؟ انا بحس مروه يعني بس هيك عم تقول هيك لا تفرجي انه انا في اعملها بس لا شكلها بتعمل بدي قوي لا لا بس بقول لك حاجه انا امس كنت في الصحراء صراحه في ديزا سفاري زين وكنا والريال طالع فوق وتحت وانا هيك عامل فاول شغله والله جت في بالي قلت مروه كيف خلصت السلوقي هذا يسمونه ريس فيبالها جرأة يبالها صراحة قوة مش شيء بسيط. لعيبة الفورميلا 1 بس راحوا على فيراري وورلد مروة قالوا انه ليفل الادرينالين تبعهم عالي اكثر بكثير من اللي بيكون على الفورميلا 1 الحلبة الاكشوال يعني الاصلية. زين انت بتروح؟ انا بروح ما عندي مشكلة بس راح نشوف بعد شوي اذا شكله جد راح يجي معي. بدأت قصة مارك مع رمل الصحراء، حرارة الشمس والسرعة طبعا، كل هالعناصر حولت حب مارك وهوايته مع السيارات إلى مجال واسع مع الموتور سبورتس. مين برأيكم خاض التجربة الأدرينالينية من فريق خمسة؟ لا ليس حمد ولا جاد، أكيد ليس إبراهيم، سحر يا ترى؟ طبعا مش هدى، إنها مروة. وأول سؤال كان ليش سلوكي وشو هو التحدي الأكبر لمارك؟ Yeah, we started in 1994 as marshals in the Desert Challenge. And one day we were sitting down trying to come up with a team name, and one of our friends said, "What about that that Arabic dog, the Saluki?" I said, "Oh, okay." So I went home that night, looked it up on the internet, and it said. The Saluki, Arabic hunting dog, bred for speed and endurance in the desert. Okay. And it was just the perfect name for the desert, speed and, you know, the rallying that we do. Interesting. Yeah. Because when I saw the name, I thought maybe we are covering dogs, right? And what are the challenges you might face here in the desert? Ooh, getting stuck is always a good one. And having mechanical failures on the vehicle. The biggest challenge is to get to the finish.
That is the most important thing. And do you do it just for fun or to increase your adrenaline level? It started off as fun. Adrenaline.